هي وقفة احتجاجية لعدد من حاملة شهادة الليسانس أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي لولاية معسكر، والسبب ترددهم على مكاتب المسؤولين عدة شهور دون أن ينتبه إليهم أحد. بون حنايا رانا هنا عند لاداس، شغل كل يوم مهبلين، كل يوم روحوا الاثنين، روحوا الاربعة، الاثنين الاربعة راهم شايطين وبروبليم كينجو مام با شغل وعود كاذبة كيما نقولوا. روحوا الاثنين كاينين لي كونترا، كي تجو ساهل نستقبلكم موكاع، كي نجو يبلعوا البيبان في وجهنا قارعوا غادي نستقبلكم 11 11 4 12 الاول وحشيه، كي نجو حشيه غير كيف كيف. رانا في فايت عام اللي راهم دافعين الكونترا، ونتمنى المدير ما مصباح كي جا قالنا الحشيه نجي، ما جاش، انا قارعوا الكونترا باش يسينيها السيمانه الجايه زعما قال لك بالك يافيشي الاسماوات اللي غادي يقبلهم. لو كان جا ما يشوف الدوسيه تاعنا وكذا كيما مضروك دفعوهم قالهم تال ميدو من الكاز تا هذا وين تخدموا وين تعطوهم الكونترا. المحتجون تاسفوا لطريقه تعامل المسؤولين مع احتجاجهم، خاصة عندما تم الاستنجاد بعناصر الامن لطردهم. داروا كي نروحوا عندهم واحد يقول لك ماهاش كاينه باقي غير الدويه والتكنيسيان سوبيريور، والاخر يقول لك لا اطلع عند الشيف سيرفيس هو يشوف معك. كي نروحوا عند الشيف سيرفيس واش يدير اليوم الصباح؟ جاب لنا الامن باه يخرجنا، احنا ما راناش جايين باه ندبزوا، احنا رانا جايين باقيين عقود عمل نروحوا ندبروا بها على رواحنا بلا ما ربي يفرج علينا. هذا شيف سيرفيس مام با ما يستقبلكش، اليوم البروبليم صرا كبير، الشعب يقارع عليه باه يستقبل. هو دخل من باب وخرج من باب، مام با ما عطاناش الحق تاعنا. أمو استقبال البرك، لا استقبال حقنا، هذا رانا نجرو هذا حقنا بالسيف عليه يعطيه لنا، ورانا نشوفوا فيهم يمدوا فيها محبة، يمدوا فيها عرف، يمدوا فيها كتاف. من مورانا حطينا دوسياتنا راه فايت عام، يقول لك علاه انت 2014 جاية تحوسي على حقك دروك. مدير النشاط الاجتماعي بالنيابة لولاية معسكر رفض استقبالنا رغم ترددنا على مقره عدة مرات، ما يعتبر ضربا صارخا لتعليمة والي الولاية التي تنص على ضرورة تنوير رجال الصحافة ومصادرة لحق المواطن في الإعلام. فهل سيتحقق لهؤلاء حلم الاستقبال أم أن الأمر سيبقى صعب المنال؟